من شهر تقريبا كنت قاعد لوحدي هنا ببيروت في الاوضه بتاعتي المطله على البحر في الاوتيل، وبفكر الايام دي هتعدي ازاي وانا في الحجر. المسلسل والمشاريع كلها اللي كنت شغال عليها اتاجلت، مش عارف هرجع مصر امتى. طب استفيد من وقتي ازاي؟ قعدت افكر استفيد من وقتي ازاي، هستفيد من وقتي ازاي. اكيد كل الافكار دي كلنا فكرنا فيها، بس فجأة جه سهرانين معاكم والبيت وقلب كل حاجة. ما كانش بالنسبة لي برنامج وهقدمه، لا، ده حطني تحت مسؤولية اني هدخل بيوت كل الناس في الفترة دي والعب دور حسيته دور انساني اكتر ما هو دور ترفيهي، وده جاوب لي على اسئلة كتير كنت بسألها لنفسي قبل البرنامج. شكرا ليكوا انكم سمحتولي وسمحتولنا كلنا ان انا اكون جزء من يومياتكم ونسهر معاكم. مساء الفل على كل المشاهدين في الحلقه 27 من سهرانين معاكم بالبيت. الليله هنسهر كلنا مع النجمه اروى والفنانه بيزان اسماعيل فقره انغامي. سيرين الليله مش معانا واكيد هتوحشنا، لكن ما تقلقوش انا هساعدكم عشان تكسبوا مبالغ اكبر فحذر فزر. ونروح للرياض لمحمد ونقول له مساء الفل يا محمد. مساء النور، بس اذا ناوي مقالب انا استسلم من الحين. لا ما تقلقش يا محمد، تقلقش.